كلمني عن فريرة ودوري فريرة والفوز بالدوري من غير قيد وإيقاف القيد ولعيبة صغيرة طلع. كلمني عن الدوري ده, دوري أنا بقول عليه دوري فريرة واللعيبة طبعا. صحيح, يمكن الدوري هذا أصعب دوري في تاريخ الزمالك, حتى أنا يمكن جديد لكن الناس القديمة يقولوا الإعجازي, دوري إعجازي في الظروف هذيك, يعني ظروف يعني وقت المجلس إدارة وقت هذاك يعني لسه مش بش يرجع أمير ومستشار, وقت مازالوا كيراجعوا في نص السيزون ومع الناس قيد وفلوس ومشاكل كبيرة إكسترا سبورتيف, مشاكل كبيرة كبيرة برش. وبصراحة بصراحة البروف كان عنده الدور الكبير بصراحة, يعني أنا يعني في حياتي عمري ما تمرنت عن ممرن بعقلية البروف. إيه رباح, بلغة تونس رباح, من عاش مصر بيعرف يكسب, بيعرف يكسب, رباح يعني بيحب المكسب يعني بيعرف يكسب, بيحط لك في دماغك اللي انت لازم تكسب اي طريقة, مش فرقة معاه, لازم تكسب. يعني تعلمت منه برشا حاجات, يمكن علمنا اساسيات هو المجال البروف. كل على فكره كل اللعيبه بتقول كده, ان اشرف بن شرقي, اشرف بن شرقي اللي كان علمه الاساسيات بتاع الاستلام, يقول له مش لما جايتك الكره من الناحيه هذه وعندك الخصم من الناحيه هذه يعني تفرق في الاستلامات. اقسم بالله زيزو تطور مع البروف بشكل رهيب, خصوصا زيزو عشان في التمرين ويوقف تام التمرين ويكلم زيزو تحسه مع البروف تحول يعني زيزو يعني وصل الفترة اللي هو كامل في الاستلام وفي التيرن وفي الوان تاتش والتري تاتش, ساهم في تطوير كل اللعيبة هل هدوءه الدائم ده كهدوء على البنش بس ولا في اوضه اللبس بيبقى مختلف؟ لا في اوضه اللبس يمكن يتخانق شويه يعني لكن هو لكن في هو هادي يعني في معظم الوقت هادي. ايه اكتر مره زعق لك فيها؟ لا بصراحه انا عمري ما زعق والله يعني انا يحبني ويحترمني, يعني عمره ما يمكن لما يكلمني يقول لي حمزه اعمل هذه ما تعملش هذه, هو انا يعني لعبني يعني غير مركزك, غيرني مع البروف, لعبت شويه باك رايت معاه كله ثلاثه ولعبني باك ليفت مع البروف. هل تغيير مركزك في ثلاثه في قلب كثالث كان مفاجاه بالنسبه لك ولا انت تقدر شفت ان انت تقدر؟ لا انا شفت بصراحه, انا كان من هو لما شافني انا قلت له انا العب سيرد باك ثالث المخطف الاول مره هيعملها, جاني يعني المساعد بتاعه مش هو يتفرج في التمرين والمساعد هو اللي بيعمل هو يتفرج. جاني المساعد قال لي مش نلعبوا ثلاثه وانت تلعب سنتر رايت سنتر باك. قلت له انا سنتر باك ما اعرفش, عمري ما لعبت حتى في تونس ما لعبتهاش. قال لي لما شافني بتكلم معاه جاني من هناك قال لي حتلعب سنتر باك ثالث وحتكون مميز فيها. وبعد لما خدنا مش عارف خدنا الكاس مع الاهلي بعد واحنا قال لي قلت لك ايه حتى كان شايف ان انت تبقى كويس, كان شايف يعرف خاصه انت كنت قلقان لما بصراحه ما اعرفش العبها, يعني كنت بلعب على الخط ومعايا وينج اطلع اضغط عليه بطلع من الكروس يعني عارف اساسيات بتاع الباك. لكن هو شايف ممكن في خصائص متاعي, يمكن شايف يعني بعرف يعني ادافع وبعرف اقرا اللاعب والبوزيشن بتاعي دائما يكون في التغطيه بكون مركز, يمكن هو شايف المركز الثالث وعندك سرعات وتألقت فيه.